سوفيا الحين غتكون الطبعه السادسه ديالو ان شاء الله. شفينار تم الدويش على الساندويش هاي بعد انجاز القطار. فكيف تنقول علينا البار بزاف لان احنا المغرب ما تيخلعنا لا احمد لا محمد. ميدالية الذهبية ولا في الدين ان شاء الله بحول ديما ديما ماروك ديما ديما ماروك ديما ديما ماروك. التوقعات ديال ان شاء الله انتصار جوج واحد لجوج صفر مهم انتصار غنكون جبول. سوفيا الحمير غتكون الطبعه السادسه ديالو ان شاء الله بحول باركوكا. وخويا ما كانش ما كناش يعني جا مفاجاه فهو كنا يعني كنا متوقعين الاداء لان بعد انجاز القطار فكيف تنقولوا علينا البار بزاف. فما بقاوش غنمشيو من اجل المشاركه دائما من اجل البحث عن الالقاب والبوديوم. وتنقول لكم دائما وابدا الذهبي ولا الفضي ان شاء الله بحول الميداليه غتدخل ان شاء الله بغا ولا كرهوا الميداليه غتدخل لان عندنا فرقه تسال وجميع المتتبعين لا في داخل المغرب ولا خارج المغرب ولا حتى المدربين العالميين ارسن فينغير ولا مورينيو ولا العلماء ديال بصح فشهدوا بالاداء التقني ديال اللاعبين وبالحماس الجماهيري وبالاقلاع الكروي اللي بدا من 2015 دابا. فتحيه للقجاع والجامعه والاشاده الملكي لان تحيه لملكنا العزيز لانه بعد كيف تنقولوا الاشاده ديالو بعد انجازات كبيره تتحسب ليه. فالتفات الملكي عطات الاكل ديالها والخدمه ديال الجامعه بانت وحنا من دابا تنقولك انجازات قادمه ان شاء الله ولا خوف على المنتخب. ماروك بصافي المغربي شوف او داني صغير ولادنا كاع المغرب ان شاء الله غيكون الخير والميداليه الذهبيه ولا الفضيه ان شاء الله بحول غدا تكون النتيجه ايجابيه ينتصروا ان شاء الله تعالى 3-0 ان شاء الله تعالى. ان شاء الله تعالى يكون الخير ان شاء الله هذا المنتخب. كنشكروا اللعابه كاملين على هذا المجهود اللي قاموا به والمدرب والطاقم التقني كامل وشكرا للمنتخب المغربي. ديما ديما مارو ديما ديما مراك. توقعاتي في المباراة غدا إن شاء الله بأن إسبانيا هو واحد الفريق اللي تنقول ليه غتمشي تتجري حتى للشبكة والخبر في راس المغاربة لأن حنا المغرب ما تيخلعنا لا أحمد لا محمد نجيبوا الفوز إن شاء الله. وحنا واحد الفريق اللي فهمتي كريستيانو ميسي وكينه النتيجة تكون 2-1 لاعب المنتخب الوطني المغربي نقول لهم ما تزراوش من الصبليون وانتم اصلا اوروبيين تلعبوا في اوروبا ما يخلعوناش حنا الصبليون وان شاء الله غادي نضربوها وغادي نربحوا ان شاء الله. وديما ديما ماروك. توقعات خويا تعادل بلانشيه بلانشيه غنربحوا حنا المنتخب وما فهمتش هما باغا ردوا لنا الصرف ولكن غنربحوا ان شاء الله. كيفاش بان الباركور ديال المنتخب؟ ناضي ناضي ناضي. اللاعب اللي عجبك؟ اخو ماش. اخو وداد. الله يسهل عليكم. شنو نقول لهم حاجه دبر علينا رابحين رابحين فينشيات رابحين ان شاء الله. براش ناضين كيطيروا شوف فينال شوف فينال تم الدويش على الساندويش هاي.